الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل مرة: أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. فهذه الحياة الدنيا مظنة ابتلاء، وقد قال الله عز وجل: إنا كنا مبتلين. الأمور لا تجري في الدنيا على ما تشتهي، لأن الله سبحانه وتعالى جعلك في الدنيا كي يمتحنك، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أنت ممتحن، ممتحن في صحتك، ممتحن في زواجك، ممتحن في أولادك، ممتحن في جيرانك، ممتحن في كسب مالك. وما من مسلم على وجه الأرض إلا وعنده مواد امتحانية، فما وهبك الله إياه هو مواد امتحانك، وما زواه عنك هو مواد امتحانك. فقد تمتحن بالقوة إذا كنت قويا، وقد تمتحن بالمرض إذا كنت مريضا. فحينما نوطن أنفسنا أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. قد ينجح الإنسان في امتحان الرخاء ولا ينجح في امتحان الشدة. والإنسان حينما تزوى عنه الدنيا، وحينما يضعف، وحينما يبتلى، قد ينقله هذا الابتلاء إلى حد الهوان، وحينما يقوى ويغنى قد تنقله القوة والغنى إلى حد الطغيان. الإنسان حينما يرى أنه مستغن عن الله بوهمه طبعا يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنيا عن الله. مرة إنسان قال: الدراهم مراهم تحل بها كل قضية، فدخل المنفردة 63 يوما، وفي المنفردة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بالمال. إذا حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنك. والله عز وجل حينما يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول هذا الإنسان وقد يقول مخطئا: ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا. يتوهم الإنسان أن الغنى إكرام، وأن القوة إكرام، وأن الوسامة إكرام، وأن الذكاء إكرام، وقد يتوهم أيضا أن الفقر والضعف والمرض ابتلاء وإهانة. فجاء الجواب الإلهي رادعا: كلا. كلا أداة رد وليست أداة نفي فقط. كلا يعني: يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. لذلك الآن موقف المؤمن من مصائب الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم في كل شيء، يعني ليراجع نفسه، يسأل: أين الخلل؟ أين الذنب؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المخالفة؟ ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله، فإنها من المصائب. وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم.
وما يعفو الله أكثر. أنت لا تتهم الآخرين إن ابتلاهم الله بشيء بالتقصير، هذا سوء أدب مع الله، لكن بالغ في اتهام نفسك إذا جاءت الأمور على غير ما تريد، بالغ. الله غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليسترجع أحدكم في كل شيء، ليرجع إلى الله، ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة، ومن يؤمن بالله، أن الله هو الفعال وحده، كيف سمح لزيد أن يصل إلي أو أن يسيطر علي أو أن ينالني بأذى؟ سمح الله له. لماذا سمح الله له؟ لعلة عندي. هذا هو التفكير المنطقي. إذن ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. الشسع رباط الحذاء، شريط، يعني لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء، وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا راعه شيء، هو يخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويهتم كما نهتم، ويدعو كما ندعو. كان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء قال: هو الله ربي لا شريك له. يعني هذه المصيبة جاءتني من ربي وليس من جهة أخرى، لأنه لا شريك له. هذه المصيبة جاءتني من ربي، وكلمة رب يعني مربي، كلمة رب تذكر بالأم. قد تمنع الطعام عن ابنها، الأم الرحيمة العالمة قد تحرم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وبيل. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. إذن حينما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل، ما بعد هذه الآية: واستغفر لذنبك. إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر لذنبك، الأمر بيد الله، والله عز وجل عادل. ملخص هذا الكلام كله: إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف، ورأس الحكمة مخافة الله، وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك، وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانك قل خوفك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قد يأتي غضب الله فجأة، ولله عز وجل سياسة مع عباده، قد يرخي لهم الحبل،
فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحكون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون و في ثانية واحدة يشد الحبل، فإذا هذا الإنسان في قبضة الله. قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل. سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء، آلام لا تحتمل، وكان من ألمع الشخصيات. جاء الورم الخبيث في أماكن حساسة، كل المسكنات لا تجدي، الجيران لا ينامون من صياحه كل يوم. فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبة حتى ترضى. عند الله أدوية تدع الحليم حيران. هذا بسموه المؤيد القانوني. سيدنا موسى قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني. القرآن الكريم يقول عن هذا الكافر: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على العظيم. معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس، بس إبليس ما آمن بالله العظيم، وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم بالبلاء كي يخافوني. فلا بد من تعظيم وخوف وحب، فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان، وإذا طغى الخوف على الحب يئس الإنسان، وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان. بضعف التعظيم يعصي، وبضعف الخوف يطغى، وبضعف الحب ييأس. فلا بد من مشاعر متوازنة في قلب المؤمن. الحقيقة محور هذا الدرس أن تربط جميع المصائب بالله عز وجل. أما الاتجاه الشركي لا لا، هذا الزلزال حركة باطنية للقشرة الأرضية بس، الله ما له علاقة. تقريبا شح الأمطار تبدل خطوط المطر تتبدل في الأرض. فالإنسان الكافر يميل إلى تفسير ما يجري تفسير شركي أرضي. النبي الكريم علمنا أن نربط كل المصائب بالله عز وجل كي نتوب إليه، والله عز وجل قادر دائما أن يدفعنا إلى بابه دفعا عن طريق المصائب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وإذا دخلت إلى مسجد، والله لا أبالغ، يعني انظر إلى جمع غفير في مسجد، تأكد أن 90% من هؤلاء دخلوا بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله. الإنسان من دون معالجة إلهية يطغى. واحد قال لي، والآن إنسان صالح، قال لي بالسبعينات كان في رواج اقتصادي يفوق حد الخيال، عنده مؤسسة وكانت أرباحه طائلة. قال لي: وضعت في جيبي 500,000 وكان 83 الدولار، وضعت في جيبي 500,000 وتوجهت إلى بلاد بعيدة هي عاد الثانية كي أستمتع من دون أن يأخذ معه زوجته. طبعا مفهوم. وصل إلى هناك شعر بآلام في ظهره، دخل إلى مستشفى، قيل له ورم خبيث في العمود الفقري. قطع زيارته وعاد إلى بلده من مسجد إلى مسجد، ثم تبين أنه ليس معه ورم خبيث، لكن الله أرجعه. فالله عز وجل ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا هي دفع إلى باب الله. إن رأيت إنسانا ملتزما فلأن الله عالجه معالجة من عند حكيم عليم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، قبل قليل شسع النعل إذا انقطع، الآن شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصاب معنا، فقال: قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. القلق أو الأرق له دعاء، شسع النعل إذا انقطع ادعو الله عز وجل، لم تجد الملح اسأله ملح طعامك، غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألذوا، ألذوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة، لا شك أن المصائب أنواع منوعة، ومن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أنها من نوع واحد. هناك مصائب تصيب الكفار، مصائب قصم أو مصائب ردع، وهناك مصائب تصيب المؤمنين، هي مصائب دفع إليه أو رفع عنده، دفع أو رفع. وهناك مصائب تصيب الأنبياء، هي مصائب كشف. لذلك تجد في القرآن: فانتقمنا منهم، يعني قصمناهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. ما معنى واحدة؟ إن كانت إلا صيحة، أنه إنسان لو أراد أن يقتل حشرة صغيرة على أرض غرفة، هذه الحشرة لا تحتاج إلى مطرقة، تحتاج إلى ضربة واحدة لضعفها. فهؤلاء الأقوياء الذين ترونهم في الدنيا أقوياء يحتاجون إلى صيحة واحدة تأخذهم، فإذا هم هالكون. فلذلك ألذوا بهذا الجلال والإكرام. فالمصائب منوعة، بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف. فالمؤمن قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا لا أشك أبدا أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل، فقد تأتي مصيبة ثم يهتدي إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة. فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب. هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البياني صاعد صعودا حادا ثم السقوط بشكل مريع. ثم إن الإنسان له مع الله أيام، وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. قد يكون يواجه عدوا فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه، وقد يواجه مشكلة فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه. فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة. الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يكرمهم. الإنسان يؤدب، لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام، يؤدبهم ثم يحبهم.
بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقسمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وكان مهتديا بعد أن كان في حيرة، وكان يتيما ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل إنه لماذا كان النبي يتيما؟ لأنه لو كان له أب كبير مربي كبير تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة، وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد بمعنى أنه هو الذي صنعه. يعني تلاقي ابن من أرقى الأبناء له أب كبير يقول: هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه. لا أم ولا أب. فعلمه من الله مباشرة، وخلقه أيضا وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور. هذا ابن النبي. فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي، وهي مشكلة كبيرة. قال له: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. تنتقل العداوة. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقا. إنه هذا يعني يتمتع بميزة ما بعدها ميزة، ابن رسول الله، وقد لا يكون في المستوى المطلوب فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جدا. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض. فعلمه من الله، وإنجازه من الله، وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له. حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب، قال لي صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل، صلى بنا إماما واقفا وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب: كان رفيقي. قلت له: أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان. فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين.